اول ما تبص لها تفتكرها لعبه سياره بريموت، بس لا دي اله حربيه جت علشان تتصدى لمسيرات او درونز عدوتها الشرسه. انتشر على السوشيال ميديا فيديو لما يقال انه مركبه UGV الروسيه القادره على حمل حمولات بتصل ل 250 كيلوغرام واللي من الممكن التحكم فيها عن بعد. بتعمل كمان على ظهرها مضادات للمسيرات بيستعرضها الجنود الروس. خلونا نشوف. Куда полетел? Охуеть! Сейчас напугаешь людей.